حياكم الله يا أحبة. اليوم حنبدأ بدرس جديد هو درس القوى والأسس. قبل ما نتعرض لهذا الدرس لازم نعرف معنى الأس والأساس. أخذنا عدد مضروب بنفسه 4 مرات وقلنا هو 2 مرفوعة إلى القوة 4، هذا يسمى أساس العوامل هذه. والتكرار هذا 4 مرات يسمى أس، لأنه مكرر 4 مرات حطينا هنا 4 1 2 3 4 فرفعناها إلى الأس 4. إذن هذا أساس اللي هو العامل، وهذا تكراره أسميه إيش؟ أسس. نشوف مثال يقول لي أكتب العبارة التالية باستعمال الأسس. طيب الحين لاحظ عندك إيش؟ كلها ضرب لازم تكون، هذه عندي نص نص نص، في نص لا خلاص، وإيش بعد عندي؟ عندي 3 3 3 3. طب إحنا هنقول فورا هذا يساوي، طب النص كم مرة مضروبة بنفسها؟ أحسنت، 3 مرات 1 2 3، إذن هذه 3 ضرب. الحين 3 كم مرة مضروبة بنفسها؟ 1 2 3 4، إذن كذا صارت باستعمال الأسس، يعني هي نص أس 3 ضرب 3 أس 4، أو أستطيع أني أقول عنها نص مرفوعة للقوة 3 ضرب 3 مرفوعة للقوة 4. نشوف مثال آخر، ألف ضرب ألف ضرب ألف ضرب باء ضرب ألف ضرب باء. تعالوا أول شيء نشوف هذه ألف، وين في كمان ألف؟ هذه ألف. طيب الباقيات إيش هما؟ نشوف هذه هنا باء باء باء. تعالوا نعد أول شيء المتشابهات، بما أنها ضرب هذه هنا 1 وهي 2، إذن هي ألف أس 2 ضرب الباء 1 2 3، إذن باء أس 3. طيب خلينا نروح على تمارين تأكد ونشوف أول تدريب. يقول لي أكتب كل من العبارات التالية باستعمال الأسس. خلاص أول شيء تعال نفرق بيناتهم، 2 على 3 2 على 3 2 على 3. طيب تعال نكتب هذه بالأول، هذا يساوي 2 على 3 مرفوعة للأس كام؟ عدهم 1 2 3، إذا مرفوعة إلى الأس 3 ضرب. طب هذه 7 مرة واحدة؟ لا 1 2، إذا هي 7 مرفوعة إلى الأس، الأس 2. طب مثال آخر تدرب، يقول لي عين ضرب ميم ضرب ميم ضرب عين. تعال نشوف مين المتشابهات، العوامل المتشابهة عين وعين، وعندي كمان عوامل متشابهة ميم وميم. عد كل واحدة لحالها، العين هذه عين كم مرة؟ 1 2 هاي 2 هاي ضرب. الميم كم مرة؟ 2، إذن هي ميم أس 2، إذن عين أس 2 ضرب ميم أس 2. نشوف أخيرا عندنا يقول لي 3 ضرب كاف ضرب ألف ضرب 2 ضرب كاف. تعال نشوف أول شيء عوامل متشابهة، 3 ما في غيرها، الكاف في، ألف ما في غيرها، 2 ما في غيرها، إذن هي عبارة عن هذا يساوي 3 ضرب 2 ضرب ألف ضرب الكاف أس 2. لكن 3 ضرب 2 ممكن كمان أني أقول عنها هي 6 ضرب ألف ضرب كاف أس 2. إذن الآن درس الأسس منكم يا أحبة انتهينا منه، وإلى اللقاء مع إيش؟ مع الدرس الجديد اللي هو حساب القوى.